هذه الفقرة اللي خصصناها لكم ليكم انتم اصحاب المواهب، وقلنا لكم ديجا انكم تبعتوا لنا المواهب ديالكم في لي ريزو سوسيوس وفي لاباج فيسبوك نيميديا تي في ولا الانستغرام، وحنا كل يوم راح نخيروا موهبة من هاد المواهب وننشروها في هاد الفقرة. اليوم خيرنا واحد الفنان كوميدي ايوب اللي بعث لنا فيديو يتحدث فيها على المشاكل وصعوبة التوظيف في الجزائر. نروحوا نشوفوا هاد الموهبة ونعاودوا نقولوا سميرة. أبعثينا التالي، أبعثينا التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راك لاباس؟ لاباس بخير. الصحة لاباس؟ الله عليك. الحمد لله. واش راكي حابة تخدمي عندنا؟ حابة نخدم سكريتاريا. إيه سكريتاريا مليحة. وش النيفو عندك؟ رابعة ابتدائي. الله يبارك الله يبارك. انا راني مدير وعندي ثلاثة ابتدائي وراني مدير تاع شركة كبيرة. نورمال تخدمي عندنا تخدمك سكريتاريا. شوفي وين نروح تروحي معايا. عامل انا عامل عامل يا يبارك ربي نديك وين تحبي. انا راني نروح لايطاليا اللهم لسويسرا. العام اللي فات وانا في انجلترا تجوزت الله يسلم. إيه كانت معايا السكريتاريا بصح ماشي مليحة، تيراني شفتي مليحة. يا خدمي خدمي. سمعي وشو الفيسبوك تاعك؟ حجابي سر سعادتي. يعني بعد السر راه غير أصيب المدير الحالي، ما كسرتي ليا؟ بعدها ما كسرتي. شهر يا عمري على ديك لافوار. ماذا نقول لك؟ ما ضرب عليا الخدمة. وهذه هي الورقة سالينا فيها، فهو الصباح إن شاء الله تيماري تخدمي عندنا. أنت أحسن سيكريتي راه خدامنا عندنا إن شاء الله. مبروك عليك مبروك عليك. علاش ندير سيلفي؟ ما راه مشكل. نديرو سيلفي زعما نديروش. نروحوا الآن للويب ستارز.